السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنوري لكم هاد الراندا تتخدم بالعقيق، تجي على شكل أسهم. غادي نوريها لكم في الهبطة ديال الجلابة، وغادي نوريها لكم إن شاء الله تشوفوا حتى في القفطان إلا بغينا نخدموها في نصف ثوق، تجي على هاد الشكل. في الحقيقة هاد الراندا دائما كتبقى تبان زوينة وراها سهلة في الخدمة. نبدأ معكم أخواتي الخدمة ديالها من الأول. بالنسبة للحرير أخواتي غنخدمو بالحرير مبروم على ثلاثة الشعرات. الإبرة غنخدم بالبراءة النمرة 11، والعقيق غنستعملو هاد العقيق هذا النمرة 3، جوج ألوان، اللون اللي قريب اللون ديال التوب واللون الآخر اللي غادي تدخلو. نبداو بسم الله. أول حاجة نخليو القياس اللي بغينا نخليه هنا في الفتحة ديال العنق. حنا بغينا ننزلو هاد الراندة على طول الجلابة، نثبتو الحرير في التوب، نهزو هاد العوينة ديال الحرير ونعاودو نشدو هنا في التوب. صافي كيتكون عندنا هنا هاد الخويط، غنرجعو فيه، نعاودو نرجعو هنا لهاد العوينة. صافي ونبقاو نخدمو بهاد الطريقة حتى نحدو القياس اللي حنا بغينا. بالنسبة لهاد الراندة راه فيها 11 عين، نبقاو نخدمو ونحسبو هاد العوينات اللي في الجهة اللي غنزلو منها الراندة. صافي نبقاو غاديين بهاد الطريقة حتى نكملو القياس اللي بغينا. صافي كنبقاو نخدمو ونحسبو، غنحسب دابا هاد العوينات، ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. صافي هذا هو القياس اللي بغينا. غنجيو للتوب اللي في الجهة اللي مقابلة، تنكونو طابعين البلاصة اللي غنشدو فيها. صافي نشد هنا في التوب، نرجع في هاد العوينة باش نثبتها حتى هي في التوب. ونعاود نشد هنا في التوب، صافي وندركب دابا في العقيق. غنشد في هاد العوينة، غنخلي ضربة هنايا ونركب عقيقة. العقيق أخواتي راه النمرة 3، كنخليو هاد العوينة ديال هاد العقيقة ونشد هنا. صافي كنضرب هاد الضربة، ها وحدة، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ها سبعة. بقاو هنا جوج عوينات، غنركب في هاد العوينة عقيقة. هاد العوينة هادي تنخليوها لهاد العقيقة ونشدو في هاد العوينة اللي حداها. صافي نشد هنا في التوب، ملي تنجيو لهنا لهاد العقيقه تنعوضو هنا هاد العوينات، تنضربو في هاد الخيط اللي فيه هاد العقيقه جوج ضربات. تنضربو ضربه هنا حدا هاد العقيقه، ونجيو للجهه الاخرى نضربو عاوتاني هاد الضربه. صافي ونكملو هاد السطر عادي.
ملي نوصلو عاوتاني لهنا نضربو جوج ضربات، ضربه من هاد الجهه وضربه من الجهه الاخرى، ونضربو هاد العوينه اللي عندنا هنا في الحاشيه. صافي نعاود نشد هنا في التوب. هنا معاش تكون عندنا الابره رقيقه والخيط هنايا مضوبل، يعني ثلاثه تولي هنا في الراس على سته، تجي صعيبه باش تدوز الابره. المهم نحاولوا معها غير بشويه. في الاول خلينا هنا ضربه، دابا غنضربوا هنا جوج ضربات. هانتوما ها وحده، ها جوج، ونركب هنا عاوتاني عقيقه. نقصوا هاد العوينه هادي ونشدوا هنا. صافي هنا في الاول خلينا سبعه، دابا غنخليو غير خمسه. ها وحده، ها جوج، ثلاثه، اربعه، ها خمسه، ونركبوا عقيقه. نقصوا هاد العوينه ونشدوا هنا. صافي ونخدموا هاد العوينه اللي بقات عندنا هنا. نشد هنا في التوب، نخدم هاد العوينه، نعوض هاد العوينات اللي هنا. كل عقيقه نخدم فيها جوج عوينات، وحده من هاد الجهه وحده من الجهه الاخرى. صافي ونكمل هنا الخدمه. بالنسبه لهاد الحرير اخواتي راه ما تطولوش الخيط، لان البره رقيقه دغيا كيتشمت في الحرير. ديروا الخيط غير قصير، تخدموا به شويه وتحيدوه. حتى هنا غنعوض جوج ضربات، ضربه من هنا وضربه من هنا. صافي نضرب هاد العوينات اللي كانوا عندنا هنا من قبل. نبدل هاد الخيط اخواتي، تشنتف هنايا، غادي نركب خيط جديد. نجي لهاد العوينه الاخرى، نثبت هاد الحرير من هاد العوينه، نزيروا هاد الضربه شويه. صافي ونخدموا فوق هاد الخيط. نخليو الخيط لتحت اللي تقاد لينا، صافي ونكملوا الخدمه ديالنا. نهز هاد العوينه وهاد العوينه الاخرى، وفي هاد الخيط غنضرب غير ضربه واحده ونركب عقيقه. نخلي هاد العوينه ديال العقيقه ونجي لهنا. كل سطر كنبقاو نقصوا من الوسط عوينه. في الاول ضربنا سبعه، في الثاني خمسه، دابا غنضربوا غير ثلاثه. وحده، جوج، ها ثلاثه. هاد العوينه غنركبوا فيها عقيقه. صافي نجي لهاد الخويط هذا، نضرب فيه ضربه وحده ونزل هاد العوينات. هنا تيبقاو عندنا ثلاثة ضربات، وحتى هنا ثلاثة ضربات. صافي نشد هنا في التوب، نرجع مع هاد السطر، نعوضو هاد العوينات. نجيو لهنا، لكل عقيقة غنضربو جوج ضربات، تنضربو من هاد الجهة وحدة ومن هاد الجهة وحدة. صافي نكملو حتى هنا، غنضربو هنا ضربة وهاد الجهة عاوتاني ضربة. صافي ونكملو السطر. نشد هنا في التوب. بالنسبة لهاد الخيط غير نقطعو. صافي خدمنا فوقه، نكملو بنفس الطريقة، نخدمو هاد العوينات اللي عندنا هنا. ملي نوصلو لهاد الخيط اللي فيه العقيقة غنضربو ضربة هنا ونركبو عقيقة. هنا غتبقى عندنا غير ضربة وحدة.
نزير هذا الخيط واحد شويه، صافي نركب هنا عقيقه اخرى. صافي ونشد في هذا الخيط، نضرب ضربه واحده وننزل مع هاد العوينات اللي كيبقاو لينا هنا. نشد في التوب، نرجعو مع السطر عادي، نضربو هاد العوينات اللي هنا. عندنا واحدة جوج ثلاثة، وفي هاد الجهة أربعة، نضربو في الجهة الأخرى واحدة هي خمسة، ونكملو بنفس الطريقة. نشد هنا في التوب. بالنسبه لهنا اخواتي، ملي كتبقى لينا غير عقيقه وحده، يعني بغينا نسدو هاد نص جوزه اولا هاد السهم، هنا كنركبو اللول الاخر. قبل ما ننزلو نديرو هاد العقيقه، غنديرو اللول الاخر هنايا. هنا راه خلينا ضربه في الحاشيه، غنضرب هاد الضربه هنا ونركب عقيقه في اللول الاخر اللي دايره. صافي نخلي هاد العوينه ديال هاد العقيقه ونشد هنا، نضرب هاد الضربه وحده جوج هاد ثلاثه. في هاد الخيط غنضرب غير ضربه وحده، وفي هاد العوينه غنركبو عقيقه. صافي نجيو لهاد الخيط نضربو ضربه وحده ونكملوا السطر. غنضربوا غير ثلاثه ضربات، واحد جوج ها ثلاثه، ونركبوا عقيقه من اللون الاخر. المهم هذا هو السطر اللي كنخلو فيه اللون الاخر. ملي كتبقى لينا غير عقيقه وحده، ركبوا اللون الاخر. صافي نشد هنا في التوب بنفس الطريقه اخواتي، نخدم ضربه هنا وضربه هنا، ونكمل هذا السطر. نجي لهاد العقيقه نخدم ضربه من هنا وضربه من هنا بنفس الطريقه، نكمل حتى هاد العقيقه، نضربو هنا ضربه وهنا ضربه. وهاد العوينه اللي غتبقى كنخدموها. صافي غندخل هاد الخيط هنا، غنبدله، ندخلو هنا في التوب. صافي نجيو لبلاصه فين تالي الحرير، ركبوا خيط جديد. بغينا نشدو هنا في التوب، بغينا نشدو هنا في اخر ضربه، المهم غير تعرفوا كيفاش تثبتوا الحرير. نزيروا هاد الضربه شويه. صافي كنخدموا هاد العوينه اللي عندنا هنا، وفي هاد الخيط اللي فيه العقيقه غنخدموا عوينه ونركبوا عقيقه. نخلي هاد العوينه ديال العقيقه ونشد هنا. صافي ونكملوا الخدمه عادي. هنا راه سدينا هاد الخدمه هادي، صافي كملات. صافي هنا كنضربوا غير ضربه وحده هنا، نكملوا الخدمه ديالنا. نركب عقيقه، نخليو هاد العوينه ديال العقيقه ونشد هنا، نضربو ضربه وحده ونخدم هاد العوينه اللي عندنا هنا. صافي نشد هنا في التوب. هنا بالنسبه للخدمه اخواتي ديال العقيق، كنحاولوا نبعدوا الضربات شويه هنا باش تجينا الخدمه ديال العقيق غاديه مقاده. صافي نخدم هاد العوينه، نخدم هنا في هاد العقيقه جوج ضربات، ونخدم هاد العوينات للوسط. الا خفتوا انكم تغلطوا، فراه هاد العوينات اللي كاينين للوسط فهاد السطر الاول تيكون عندنا سبعة، السطر الثاني خمسة،
سطر تيل ثلاثة. المهم كل مرة كنبقاو نقصوا وحدة. صافي نكمل، نخدم هنا ضربة وهنا ضربة، نكمل هاد العوينات، نشد هنا في التوب، نرجع مع هاد السطر بنفس الطريقة أخواتي. الطريقة راها سهلة والشكل تيجي رائع. نخدم هنا ضربة ونركب هنا عقيقة. فهاد السطر غيبقى لينا الوسط غير ثلاثة ضربات، هانتوما ها وحدة جوج ها ثلاثة. صافي ونركب عقيقة أخرى. نجي لهنا نضرب ضربة وحدة، نكمل هاد العوينات، نشد هنا في التوب ونرجع مع السطر بنفس الطريقة. هنا نضرب جوج ضربات، وحده هنا وحده هنا، ونكمل بنفس الطريقه. بالنسبه لهنا اخواتي انا راه دايره الخيط قصير بزاف على حساب حتى التليفون، حقاش قريب ليا ما كنصيبش كيفاش نهز ايدي. نتوما راه غديروا بين وبين، ما تطولوش بزاف وما تقصروش بحالي انا هاك، وحقاش انا دغيا كيتسالى. غير هاد الشويه اللي كنصور معاكم اللي كندير الخيط قصير ما كنصيبش كيفاش نهز ايدي، ولكن ملي كنسالي التصوير كنطول الخيط شويه. صافي غندخل الخيط هنا ونبدلو عود تاني. صافي نركبو الخيط الاخر. نكمل هاد السطر، كنبقاو نخدمو حتى كنديرو في الجنب ربعة العقيقات. دابا يلا درنا ثلاثة، نضرب ضربة هنا ونركب عقيقة. صافي نجي لهنا الوسط، كتبقى عندنا غير ضربة واحدة. نخدم هاد الضربة للوسط ونركب عقيقة أخرى. بالنسبة للعقيقة أخواتي لما دازتش لكم شي عقيقة راه كتحيدوها. صافي نشد هنا الضربة ونكمل هاد السطر عادي. نشد هنا في التوب، نرجع مع السطر في كل عقيقة، نضرب جوج ضربات وحدة ها جوج. نجي للعقيقة الأخرى ها وحدة ها جوج. حاولوا تباعدوا شوية الضربات في التوب، راه ما كتقربوش بحال الخدمه العاديه. بالنسبه لهاد الخدمه ديال العقيق راه كنبعدوا شويه الضربات. نشد هنا في التوب. صافي اخواتي هنا ملي خدمت هنا ربعه العوينات بقات لي هنا في الاخر غير وحده. هنا في هاد السطر غنركب اللون الاخر، غنضرب ضربه هنا في التوب ونركب هاد العقيق اللي في اللون الاخر في هاد السطر فين كندخلوا اللون الاخر. صافي نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نكمل. كيجينا ما بين هاد السطر والسطر الاخر ثلاثه ضربات، ها وحده جوج ها ثلاثه. نكمل هاد اللون هذا، نشد هنا ها وحده ها جوج ها ثلاثه، ونركب هاد اللون ونركب هاد العقيقه. صافي نشد هنا ضربة ونشد هنا في التوب بنفس الطريقة أخواتي. غنضرب هنا جوج ضربات، نضرب هاد الضربات اللي هنا، ملي نوصل عاوتاني عند العقيقة نضرب جوج ضربات، وحدة هنا وحدة في هاد الجهة. صافي نخدم هاد العوينات اللي كاينين هنا الوسط، نخدم هنا عاوتاني جوج ضربات ونضرب هاد العوينه اللي كاينه هنا اللي كتبقى لينا هنايا. ها انتم اخواتي تنبقاو غادي بنفس الطريقه حتى تنكملوا الهبطه كامله.
هانتوما هذه هي الراندا، تجي في الصراحه زوينه. تنزلوا بها الجلابه كامله من الفوق حتى لتحت، ولا بغيتوا نفس الخدمه ديروها في نصف توق تكون شويه عريضه، فهي عندي هنا مخدومه غنوريها لكم. مخدومه في هذا الثوب ديال الجهاره، ثم هذه هي الراندا تجي لهاد الشكل، نفس الشكل، غير هي الراندا الاخرى كنهبطوها من فوق حتى لتحت، وهذه كنبداوها من هنا وكنطلعوها. هذه كتجي ساهله في الخدمه، كنبداو القياس اللي بغينا هنايا وكنبداو طالعين بنفس الطريقه كيف ما خدمنا الشكل الاخر. صافي اخواتي، هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتي اللي عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في قناه شارك، مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. وما تنساوش اخواتي شاركوا الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا او لا باغيه تتعلموا راندا. وشكرا لكم، بسلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.